محتاج يكون معايا الإعلامية والفنانة الجميلة المتألقة دائما شيرين الطحان. بقولك منورة الدنيا كلها. انت منور، واسمح لي اقول لك ايه الشياكة دي بجد، يعني السوت تجنن. ده من ذوقك الراقي الحقيقة. ميرسي قوي. كل سنة وانت طيبة. اولا بمناسبة 2020 رقم مميز جدا، سنة يا رب تكون كلها خير وسعادة عليكي وعلى كل حبايبك، فبقول لك كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب وكل جمهور الشرقية كويسين وسعداء ومبسوطين. 2019 بقى بالنسبة لك كانت عاملة معاكي ايه؟ اقول ولا اعمل ايه؟ يعني هي الحقيقة زي كل السنين بيبقى فيها مكاسب وبيبقى فيها خسائر، بس هي سنة كانت خسائرها صعبة شوية. نتمنى انه السنة الجديدة تبقى يعني اسعد حالا، امورنا تبقى الطف، ما نخسرش فيها حجم الخسائر الكبير اللي خسرناه من ناس بنحبهم، من شخصيات رائعة وشخصيات عامة. الحاجات دي كانت صعبة شوية يعني قبل ما السنة تمشي كده، خدت في سكتها ناس بنحبهم كتير. لكن على المستوى الشخصي من وحي بقى البلاك اند وايت. أيوة. اللي انا لابسه والخلفيه كمان. صحيح. بالصدفه. صحيح. والبلاك اللي انت لابساه طبعا تحفه عليك. ميرسي ميرسي كلك ذوق. قلنا نسبه الابيض الحاجات الحلوه على المستوى الشخصي بالنسبه لك كانت قد ايه، ونسبه النقيض بقى الاسود كانت قد ايه في 2019؟ بص هقول لك على حاجه، احنا ما عندناش اوبشن ان احنا نفضل شايفين الاسود حتى لو هو كتير. لازم طول الوقت نحاول انه نتفائل او نبص من زاوية فيها امل او نعرف نعمل حاجة. الحياة والزمن اللي احنا فيه صعبين، الظروف اللي احنا بنمر بيها واللي بنشوف اللي حوالينا فيها صعبين، فلو فضلنا نبص على الاسود بس او نبص لها بمنظور الحقيقة هنتعقد ومش هنبقى مبسوطين. خليني اضيف على كلامك ان الاسود هو اللي بيخلينا نستمتع بحلاوة الابيض ويبقى كده ليه رونق وليه متعة. لك والضد يظهر حسنه الضد، فأكيد علشان نعرف قد إيه الأبيض زاهي ممكن نعدي شوية بالأسود، بس لازم عينينا يبقى الفلاشات بتاعتها منورة شوية حتى الأسود يدي على جري ما يبقاش غامق قوي. طيب ما جاوبتيش برضو، نسبة الأخبار الحلوة أو الأحداث الحلوة في حياتك في 2019 كانت قد إيه تقريبا؟ شوف هقول لك على حاجه، ما هو انا ده اللي كنت بحاول اجاوبي. والله خالص، بس هو طول ما احنا يعني بنتنفس وعايشين وبنفتح عينينا الصبح نلاقي الشمس موجوده وانه عندنا فرصه جديده في الحياه، كل الحمد لله. فرصه هي حاجه حلوه، كل فرصه جديده نقدر نعمل فيها حاجه من غير زعل ولا قلق. اسعد موقف او اسعد يوم في حياتك في 2019 لو تسترجعيه كده مع الساده المشاهدين؟ اسعد يوم 2019 مش عارفه. هي كانت جميله قوي بصراحه، بس لا يعني في ايام كده اللي هو لما تبقى انت قلقان من حاجه قوي، يعني كان في حاجات كده انا كنت ببقى متخوفه منها جدا. ف اي مثلا يعني اخبار تبقى انت قلقان مستني تطمن على حاجه، تطمن على حد، حاجات كده يعني على المستوى الشخصي، فلما بيجي لك الخبر الحلو بتبقى مبسوط قوي. برضو ما حددتيش الخبر ده ايه بالظبط، يعني حاجات كده شخصيه صغنتوته. طب نسبه اللون الاحمر بقى في 2019؟ الاحمر معروف ان هو رمز للحب طبعا. لا كان بالنسبه لك للوهوجه للبتاع في الحب. الحب كان نسبته قد ايه في 2019 بالنسبه لك؟ بص حب الاهل وحب الجمهور نسبته حلوه جدا 100%. ما فيش 100%، بس يعني الاهل بيبقى حب غير مشروط، يمكن ده الحب الوحيد اللي هو ما بيحبوك لو انت حلو لو انت وحش بدون اي مصلحه او منفعه او انما الحب التاني منسي بقى. ما مش عارفه، مش محظوظه قوي انا في الموضوع ده، يعني مش عارفه، مش حاسه انه احنا في زمن نقدر نشوف نفسنا بنحب بالتصور الرومانسي. بتهيألي انه 2019 كانت إعادة صياغة نظرتي لما يكون عليه الحب، إن هو لازم تبقى التوقعات أكتر واقعية، مش لازم الواحد يبقى رومانسي كده ومحلق وفي نفس الوقت مش كئيب يعني، بس تركيبة الحب ما بتجيليش زي ما الناس شايفاه. يعني بشكل عام أي إنسان طبيعي
لما السنين بتمر بيبتدي يفكر بعقله أكتر من قلبه، مش كده؟ متهيألي ملاش دعوة بالسنين، لها دعوة بالخبطات. يعني كل ما بتبقى التعويرة جامدة، الخبرة هي اللي بتعلم. بس ممكن تبقى أنت عايش محلق لمدة سنين، فوقعتك بعد السنين اللي أنت شايف الدنيا فيها بينك وورود وحاجات بتبقى قوية قوي. في أشخاص يعني تكرار التجربة الوحشة خلاص بيغمقها في وشهم، بس هي بس هي الفكرة إنه نبقى واقعيين شوية. كل ما توقعاتك تبقى معقولة كده ومنطقية، الصدمة كانت حنينة يعني، تبقى أهدى شوية. على المستوى الفني طبعا كان آخر أعمالك مسلسل رمضان كريم، وكان من المسلسلات العلامة طبعا في رمضان من سنتين. تقولي يعني المسلسل ده وليه من سنتين لغاية دلوقتي مفيش عمل جديد؟ والله يعني هو كان عمل من الأعمال اللي بتصعب عليك بعدها. يعني أنا كل شوية يحصل معايا كده، في السبع وصايا عمل كبير جدا ومهم جدا، علشان تعمل حاجة بعده كان صعب. يعني نجوم، أنت محظوظة بالعمل مع في الأعمال اللي هي مكتظة ده حقيقي، وأنا بحب جدا النوع ده وبحب أختار ده، فبيبقى صعب جدا انك تلاقي حاجات شبه كده وسكريبتس بالروعه دي وتوليفه شبه كده، فبيصعب عليك الاختيار، بتبقى لازم تدقق قوي. اللي جالي بعد رمضان كريم ما كانش زي رمضان كريم، وانا ما بعرفش اعمل حاجه مش مقتنعه بيها 100% ولا حباها ورايحه لها بقلب كده، فما جاليش حاجه شبه كده، عشان كده ما عملتش رمضان كريم. بقى المسلسل ده تقولي ايه عنه وتصنفيه كده وسط اعمالك، او تحطيه رقم كام في اعمالك؟ نقول كده بسرعه للساده المشاهدين، ننعش الذاكره ببدايتك كان من خلال العمل. اول حاجه بص، يعني هو طبعا انا بدايتي كمذيعه ولا زلت عالميه زميله طبعا، ما شاء الله عليكي تاتش وود يعني متميزه جدا في مجال الاعلام وايضا في التمثيل، ربنا يحفظك. فانا بالنسبه لي هو ده يعني العرض مستمر لحد دلوقتي. لكن اول حاجه عملتها خالص كانت فيلم 45 يوم، حاجه صغنطوطه خالص كده، ويمكن حكيت اكتر من مره عن التجربه وشباب طبعا ما كانش كله شباب، اللي كان كله شباب اعز اصحاب تاني حاجة بعد كده، ومن بعدها بقى عملت رقم مجهول وانطلقت. يعني هم يقدروا على جوجل يجيبوا كل الأعمال الحقيقة. طب ورمضان كريم تحطي رقم كام بقى؟ في الغلاوة كلهم أولادي، أصل بص أنا علشان أعمل حاجة لازم أبقى حباها، فالانتقاء بيبقى من بدري، بس تقدر تقول لي غلاوة عندي لأنه شبه الزمن اللي بنحنله، وشبه شكل المسلسلات اللي احنا تربينا ونشأنا واحنا بنقدرها، ليالي الحلمية والأجواء دي، البيئة الشعبية الجميلة اللي فيها القيم والمبادئ والمثل اللي افتقدناها. صحيح صحيح صحيح. ملامحك بقى المصرية الأصيلة اللي ممكن في بعض الأحيان برضو بتدي على شوية أجنبي، مش عارف ازاي بتجمعي بين الاتنين، دي بتخلي المخرجين يحددوكي في ادوار معينه؟ بص هو انا الحمد لله يعني انا عملت الارستقراطيه وعملت دكتوره الجامعه وعملت يعني الصعيديه وعملت ايه تاني الفتاه السيده الشعبيه، فكان في تنوع. وبعدين احنا بما انه احنا في مصر يعني واحنا شرقيين وكده، التباين في الملامح مش كتير، يعني معظمنا برناتس، معظمنا الشكل ده قليلين، يعني لو واحدة بلوند هي دي اللي ممكن تعاني شوية، إنما بما إن أنا شكل أهلنا وحبايبنا فمش يعني مش صعب أبدا التصنيف. طبعا أنا سعيد بلقائي معاكي، بقول لك كل سنة وأنت طيبة بمناسبة السنة الجديدة 2020، وحابب بقى توجهي يعني تهنئة لكل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا، تقول لهم ايه بمناسبة السنة الجاية؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون سنة خير وسعادة وتحقق كل أحلامكم، وكل الآلام والعذابات تدوب وتروح، وما تشوفوش أبدا أي حاجة وحشة السنة دي. بتمنى لك اللون الأحمر يبقى يعني قوي في 2020. هو احنا لو الشغل نقول لونه ايه؟ الشغل لونه أبيض؟ أبيض طبعا، عايزة أبيض كتير، ميرسي للأحمر جدا، ركزي في الشغل بس، عايزين أبيض بفظاعة، أحمر لا.
سنة سعيدة عليكي وعلى كل حبايبك، بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق. ميرسي جدا، كل سنة وانت طيب.